خير مشاهدي قناة شوف تي في، جمعة مباركة إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. فمرحبا بكم مباشرة مع أختكم نادية، وحنا في الطريق إن شاء الله لمدينة الفقيه بن صالح أو ربما زيدوا لسوق السبت بن ملال. المهم في هذا الاتجاه إن شاء الله، حنا دابا في الطريق اللي كتربط ما بين مدينة خريبكة ومدينة الفقيه بن صالح. فمرحبا بكم، هكذا هي الأجواء هذا الصباح في الطريق الرابطة بين مدينة خريبكة ومدينة الفقيه بن صالح. نتوما خوتي منين كتابعونا، الخوت ديالنا اللي كيخافوا علينا وتيحبونا، نور الدين تيقول لك نقص من السرعة غادي بسبعين، سبعين ما وصلاش. يعني راه ربما غير تقريبا اننا كنسرعوا ولكن ما وصلش حتى 70 دابا فاش اللي شفت. تحياتي ليك اختي ناديه، الله يوصلك على خير يا ربي امين. شكرا لكم، وكنتمنوا حتى حنا طريق السلامه لينا ولكل مستعملي الطريق. حسنا قالت لك هذه ما كتلقى ما دير، تتصور الطريق، سيري صوري السبيطارات والمحاكم والادارات. ربما حسنا ما كتبعيش معنا وما كتشوفيش غير من اللي كنكونوا دايرين اللايف في الطريق. فالحمد لله احنا كنحاولوا اننا نتطرقوا لجميع المواضيع وتقريبا في كل المدن المغربيه. يكفي انك تكوني من المتتبعين وتكوني حاضره معنا، وغادي تلقاي جميع المواضيع اللي تيبغيها الشعب المغربي واللي كيتبعها الشعب المغربي اكيد، واللي كتهم الشعب المغربي. واش صب الشتا وي خويا زكريا؟ الحمد لله، الله رحمنا برحمته، الله رضى علينا ورحمنا برحمته في هذا اليوم المبارك، اللهم لك الحمد والشكر. تحيه حب واحترام الاخت ناديه عبدو، تحيه متبادله خويا عبدو لكم كاملين متتبعينا فين ما كنتو. خوتي كاين الشتا وي خويا رشيد، الحمد لله صبات الشتا يعني خريبكة تبارك الله، ودابا كنشوفوا حتى في الطريق اللي كتربط ما بين خريبكة والفقيه بن صالح تبارك الله. وكما تنقولوا ديما راه الشتا رحمه والرضا ديال الله سبحانه وتعالى، نطلبوا الله سبحانه وتعالى ديما يرضي علينا ويرحمنا برحمته. صباح النور امير، صباح النور خويا امير، وصباح النور لكل متتبعي قناه شوف تي في والناس اللي تيحبونا وكيتابعونا كيشجعونا. صباح الخير، جمعه مباركه عليكم يونس، صباح النور خويا يونس. طريق البروج؟ لا، هذه طريق الفقيه بن صالح، طريق الفقيه بن صالح ان شاء الله باذن الله، نطلب الله سبحانه وتعالى يوصلنا بخير وعلى خير وكل المتتبعين وكل مستعملي الطريق عفوا. السلام ناديه، طريق سلامه، علاش ها ناديه ما عمرك بينتي ليا وجهك؟ نعرفوك انس، تنبان مره مره ما عاد، ربما عندي واحد الفكره تنقول ملي تيكون شي موضوع تنفضل ان نركزوا على الموضوع اكثر من اللي تيقدم هذاك الموضوع. فمره مره كنبان معكم، كاين بعض اللايفات اللي تنكون حاضره معكم وبين فيكم، ومره مره ان شاء الله راه غنبقى نبان معكم باذن الله. الحمد لله على هذا الشتاء، الحمد لله والشكر لله. اختي طريق سلامه تحياتي من طنجه، اسراء تحيه متبادله، وتحيه للناس عروسه الشمال، صباح الورد والياسمين، مرحبا بك في خنيفره. علي ترحب بكم الجنه خويا علي، شكرا لك، وتحيه للناس خنيفره. الاخت ناديه نقصي من السرعه عبدو، فاخي الصراحه والله العظيم الا 70 دابا انا شتها 70 باش غاديين، ربما كتبان اننا غاديين بسرعه ولكن 70 عادي يعني في طريق وطنيه كنظن ان 70 راها مزيانه. ومازال ان شاء الله يعني راه تبعنا الطريق ربما في نواحي سوق السبت بني ملال، وغاديين غير ب 70. صباح النور، مازال ما كاين ربيع، وان شاء الله باذن الله ربي من اللي رحمنا برحمته ان شاء الله يعني من بعد هذا الشتاء ان شاء الله نشوفوا الربيع ونشوفوا اجواء مزيانه ونديروا رحلات وخرجات نستمتعوا بهذه الجماليه ديال الربيع كما قلنا ان شاء الله يا ربي. شفتك في خريبكة حيت عملتي معايا لايف حنان، لايف حنان، نعم شكرا نوفل. ففعلا كاين اللي كيشوفنا ملي كنكون يعني في التصوير، وبعض المرات ماشي بزاف راه تنبان في المباشر،
ولكن قلبي معكم وصراحة كنحبكم وكنحترمكم وكنقدركم، لأن الحمد لله كنلقاكم كما تنقولوا، تنلقاوكم، كنلقاوكم في فعل الخير، كنلقاوكم سباقين لفعل الخير، كنلقاوكم دائما دايرين يديكم في يدينا باش نتعاونوا ونديروا الخير. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يجعل لنا كاملين في ميزان حسناتنا يا رب، ويخلصنا على قد النية ديالنا. عليك نتمنى لك مسيرة موفقة يا ربي، أمين لنا ولكم يا رب. الله يوفقنا لكل ما فيه خير يا رب، حاجة اللي ما فيها خير الله يبعدها علينا. سلام أختي نادية، مبروك الشتاء، الله يبارك فيك خويا رشيد. صراحة ولينا نفرحوا ونفرحوا بالشتاء ونباركوا الشتاء، علاش؟ لأنها رحمة خوتي. أقادير فيها العجاج خويا محمد، إن شاء الله يا ربي يعني من بعد هذا العجاج ربي ينزل الرحمة ديالو اللي هي الشتاء يا رب. تحية كبيرة من القنيطرة جلال، وتحية متبادلة خويا جلال، وتحية الناس القنيطرة. الله يوصلك على خير أختي طريق السلامة، الله يرحمنا بالشتاء يا رب عبده يا ربي أمين. فالحمد لله كما قلت خريبكة دابا وحنا في الطريق اللي كتربط ما بين خريبكة والفقي بن صالح، الحمد لله صبات الشتاء. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يرحم العباد ديالو في كل المدن يا رب. سلام أختي نادية طريق السلامة، وجمعة مباركة مصطفى. شكرا لكم خوتنا وحبابنا اللي كيتمنوا لنا أننا نمشيو في طريق السلامة إن شاء الله، وحنا بدورنا كذلك سنتمنوا طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. فللتذكير مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم مع أختكم نادية، وحنا في الطريق اللي كتربط ما بين مدينة خريبكة، يعني الطريق الوطنية اللي كتربط ما بين مدينة خريبكة والفقيه بن صالح. صباح الخير اختي نادية، الله معك اختي الله يحفظك. شكرا لكم، الله معنا ومعكم يا رب. تحياتي اختي جمعة مباركة نادية من تازة عبدو، وتحية لناس تازة اخي، شكرا لكم. الحمد لله فكما قلتنا اختي واخا ما تنبانوش، الحمد لله القلوب عند بعضها، يعني كما كنقولوا كيتابعونا المحبين والمتتبعين يعني تقريبا من كل مدن المغربية وحتى من خارج ارض الوطن، وهذا هو الاهم. اشتغل لي كل حب متبادل وكل احترام متبادل، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نسولك اختي نادية على دوك التي فاتني التعليق، على دوك الناس اللي ما عمرهم ما مشاو للحمام، فين وصلت القضية ديالهم على دوك الشفارة اللي كانوا دخلوا عليهم؟ راك خدمتي معهم، كنشكرك على هذاك المجهود. نشوفوا الاخ ولا الاخت اللي فاتني، مهم غادي نجاوب على أناس. فبالنسبة لهذه الأسرة اللي فعلا تأثرنا بالحالة ديالهم جميع، الجديد ديالهم هو أنهم مبقاوش فوق هذه الهضبة الفوسفاتية، ولكن ما غاديش نقولوا تحسنت الوضعية ديالهم. علاش؟ لأن ربما هذك المساعدات اللي جاتهم من عند الناس تيقولوا هما تيقولوا أنهم شفروا، والله أعلم. من اعطوهم شي ناس شي براكه يعني لتحت فين ساكنين، ما بقاوش في هذيك الهضبه الفوسفاتيه. با العبدي الله يرحمه الله يجدد عليه الرحمه، في هذا النهار راه توفى، يعني من بعد ذاك الاعتداء اللي تعرض ليه يعني بواحد المده اللي هي قصيره توفى. بالنسبه للشاب اللي كانوا اتهموه اللي هو مولت ريبورتور، فمن بعد بلغ العلم ديالي انهم مشاو برؤوه، ما يعني القضيه تطوات وتجمعات وما بقينا عارفين حتى شي حاجه، لان المتهم اللي كانوا كيتهموه هما اللي هو مول تريبورتور، من بعد ما استمعنا ليه حتى هو وتيعطي بان يعني دافع على نفسه تيقول بانه بريء من هذه التهمه، بلغ العلم ديالنا انه مشاو لعند الدرك الملكي وبرؤوه بانه ماشي هو، يعني هكا فين وصلت القضيه. بالنسبه لهذيك الارض اللي بغاو يعطيوها لهم هذاك مولت ريبورتور، تندوزوا عليها دابا تلقى بان البناء بادي، لمن هذاك البناء الله اعلم، لان صراحه الموضوع علاش ما تبعتوش؟ لانه ما سدوه، ما عرفناش علاش، ولكن ربما نقدروا نرجعوا لهذا الموضوع هذا. تحيه كبيره من مدينه ازرو، وتحيه متبادله الناس ازرو خويا حسن.
بعدا مازلنا معكم في الطريق الوطنية اللي كتربط ما بين مدينة خريبكة والفقيه بن صالح. يعني هكذا هي الأجواء كما تتشوفوا معنا في هذا الصباح. ان شاء الله حاولوا ان شاء الله تبقوا معنا، فربما غادي يكون اكثر من مباشر في الجهه اللي غادي ليها، يعني سوق السبت، ربما نوصلوا حتى لبني ملال الفقيه بن صالح. مواضيع مختلفه وحالات اجتماعيه مختلفه وصرخات مختلفه اكيد. سلام من تمسنا، سلام بالنور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. محمد اختي الله يحفظك، دعي معايا راني ما عندي زهر في الزواج. خويا محمد الله يسهل عليك، الله يسهل عليك في اللي فيها الخير ان شاء الله. يعني ما نقولوش ما عندناش الزهر، ولكن ما كنعرفوش شنو ربي مكتب لينا. ربما ربي تتبغي تزوج ولا كتزوج وما كينجحش هذاك الزواج، ما تعرفش ربي باش غادي يعوضك ربما باحسن من هذاك الزواج الفاشل، او احسن من هذيك الخطوبه اللي ما كملاتش، ولا ملي كتكون مقبل على الزواج وما تيكملش. فالله سبحانه وتعالى هو اللي عالي وعالم علاش يعني ما تيكملش هذاك الزواج ولا تيكون زواج فاشل. خلي ايمانك بالله قوي، ونطلب الله سبحانه وتعالى يرزقك الزوجه الصالحه، واخواتنا كذلك الله يرزقكم ازواج صالحين ان شاء الله. ما نقنطوش من رحمه الله. اللي ما مزوجاش طلب الله سبحانه وتعالى دائما ان يرزقها الزوج الصالح. اللي ما مزوجش دائما يهزك كفوف الله سبحانه وتعالى يقول يا ربي ارزقني الزوجه الصالحه، ونطلب الله سبحانه وتعالى الله يسعد الجميع، وكنتمنوا كل خير للجميع. اذا صباحكم مبروك خوتي، وجمعه مباركه، ونتلاقاو ان شاء الله في اكثر من مباشر كما قلنا في هذه النواحي اللي احنا غاديين ليها. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.